يا رب صل على النبي وآله، ما فاض نبع بالجداول أو جرى. السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير ولا خير. مرحبا بكم معايا اليوم. ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الغريبه الاقتصاديه، كيف عودتكم دائما وصفات اقتصاديه وبسيطه وفي المتناول ديال الجميع. وهذه الغريبه هذه تصلح لدوازتك، دوازتاي، كالكوتي ديالكم، الفطور ديالكم، اللمجه ديال الوليدات اللي تيديو معاهم المدرسه، لما لا شي حاجه ديال الدار، ما كاين ما احسن منها. وهاد الغريبه ما فيهاش الدقيق الابيض، وانما فيها هاد الحمراء هادي راه تنغربلوها يعني من الدقيق ديال الزرع، كيف تتشوفوا تيكون فيها بحال النخاله رقيقه، ماشي النخاله غليظه وانما رقيقه يعني. ها انتم كيف تتشوفوا. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج هنايا عندي زلافه ديال هاد الدقيق هذا حمراء، عندي ثلاثه ديال البيضات، عندي كاس ديال سنيده وكاس ديال الكوك، وعندي كاس ديال الزيت، وعندي جوج خمارات. هادو هما المقادير. وهنا راه درت واحد القبسه ديال المليحه، اللي بغى يزيد واحد ساشي ديال الفاني زيدو. انا قلت غادي نكتفي بداك النكهه ديال الكوك بلا ما نخلط النكهات. غادي نبداو على بركه الله. ناخذ زلافه ناخذ القصريه، عفوا، غندير البيض، غندير السكر، نضيف الزيت، وهاد الغريبه راه تتخرج يعني واحد كميه لا باس بها. بغيتو كميه اكبر ديروا دوبلو المقادير، ومني طيب لكم وتبرد ديروها في واحد العلبه وتسدوها، راه تتبقى زوينه وتتبقى مده طويله. ونعطيكم واحد النصيحه بالنسبه للحلوه، باش تبقى لكم رطبه وهشيشه، هذيك الطاسه اللي غديروا فيها الحلوه ديروا فيها واحد القشر، يعني شويه ديال القشور ديال الليمون. هذيك الحلوه غادي تنقاوها رطبه، واخا تبقى واحد المده غادي نقاو داك القشور يعني كرم، والحلوه يعني تتبقى رطبه. هذه كان نصيحه انا تنديرها مع الحلوه باش تبقى ليا رطبه. قولوا لي بعدا اللي بقات هاد الحلوه ياك. ملي الحلوه حنا تنصايبوها تبارك الله الوليدات ما تيخليوهاش، اللي بغيتو مثلا شي طاسه تخليوها يعني هكا دو كوتي اللي جاو عندكم الضياف ولا شي حاجه. دابا غنضيف الكوك، دابا غادي نضيف هاد الحمراء هادي، الحمراء ولا ما عرفتش تقول لها، المهم حنا امي تتقول لها الحمراء هانتوما. وغادي نضيف معاها الخمارة، صافي، ونجمع الخليط ديالي. ما تقصحوهاش بزاف يعني تجي عجينه اللي رطبه. ماذا بينا نبعدو شويه على الدقيق الابيض اللي كيف تتعرفوا راه ماشي صحي. انا جمعت العجينه اللي كان خصكم شويه ديال يعني ما تجمعاتش لكم العجينه تقدو تزيدوا شويه. انا كفاتني يعني زلافه راه بالنسبه لي راه كافيه يعني على حسب القد ديال البيض، يعني ممكن يكون البيض كبير ممكن يكون صغير. وكي قلت لكم في الاول هاد الحمراء هذه شدوا غير الدقيق، يعني الدقيق ديال الدقيق كومبلي اللي عندكم
الدقيق ديال الزرع وغربلوه وخذوا منه ديك الحمره. دابا غادي نديروا منها يعني غريبه كويرات. غادي ندهن بعدا اليد ديالي، غندهنها بالزيت. ديروا غير غريبه صغيره لحقاش تقد تحل لكم في الفران، يعني الديع ما تكبروهاش بزاف. ها نتوما، وغادي نفندها في شويه ديال الكوك كلها هكا. انا غادي نستمر تنكمل هذه الكميه اللي عندي كلها. نتوما ديروا الغريبه كلها كملوها، عاد فندوها في الكوك دقه واحده. ها نتوما، هذا هو القد يعني. ها نتوما البنات، دابا غادي انا كملتها، غادي نفندها كلها ونحطها في اللاطه، ومن بعد غادي ندخلها الفران يعني طيب عادي، يعني طيب طياب ديال الحلوه، طيب من التحت وعاد نهبطها لتحت باش تحمر الوجه ديالها، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها. ها نتوما البنات الشكل النهائي ديالها بعد ما خرجت من الفران. ها نتوما انا قربت لكم الكاميرا باش تشوفوا، تجي زوينه البنات، غادي تعجبكم، جربوها. وكيف شفتوا راه ما فيهاش شي مقادير كتير، يعني اقتصاديه، تطلع رخيصه هاد الغريبه هادي. اللي عجبكم البنات الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم وبالبارطاج. شكرا لكم بزاف بزاف، والى فيديو قادم. وقبل ما هذا غادي نوريكم، نقسم لكم وحده. ها نتوما شوفوا كيف تجي الشيشه، شوفوا تجي زوينه باش تشوفوا كي تجي. مع السلامه. هاد المناظر هادو من أوريكا. يا رب صل على النبي وآله، ما فاض نبع بالجداول أو جرى. يا رب صل على النبي محمد،
ما شد جرح في سبيلك وانبرى.